السلام عليكم جميعا، جميع متابعينا على قناتنا باترين فاشن تي في وعبر موقعنا الإلكتروني مجلة باترين patrindresses.com. طبعا يعني الفيديو موجه لجميع المتابعين وجميع المتابعين على قناتنا في اليوتيوب عبر المدونة الموقع الخاص فينا. بإذن الله رح نقدم معكم دورة قصيرة أو دورة متوسطة تقريبا بالفاشن ماركتينج، فنحن على حسب طلب المتابعين يعني كتير طلب منا نقدم شيء بهالمجال، فقررنا أنه نقدم لكم دورة بسيطة بالفاشن ماركتينج. الفاشن ماركتينج يعني تسويق الأزياء، أوكي؟ يعني أنت عندك أو أنت عندك خدمة أو أنت عندك منتج، تمام؟ او مثلا انت يعني عندك موهبه بهالمجال وحابه تسوي لها وحابه يكون عندك دخل نيجاتيف انكومينج، يعني دخل سلبي. دخل سلبي يعني هو الدخل بيجي من دون تعب، يعني غير انه مثلا انت مثلا او انت عم تشتغل بدوام كامل مثلا بشركه او شيء، هذا اسمه دخل ايجابي، بوزيتيف انكومينج. اوكي، الدخل السلبي اللي هو بيجي بجهد قليل وتعب قليل، تمام، من دون مشقة، بدون مضيعة وقت، فهذا هو النيجاتيف انكومن. فبإذن الله رح نعلمكم كيف يكون عندكم هيك دخل، تقريبا من خلال سلسلة فيديوهات رح نقدم على القناة. فبتمنى من الجميع، جميع المتابعين، إذا كنتم مهتمين ياريت تتركوا لنا تعليق أسفل الفيديو وتشتركوا بالقناة. إذا ما كنتوا مشتركين بالقناة تضغطوا على زر الاشتراك وعلى زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. واليوم بإذن الله راح نبلش معكم أول درس. مساء راح ينزل أول درس، هلا راح ننزل هاي الدرس، هذا الفيديو الإعلان، وبإذن الله بعد الإعلان راح ينزل أول درس تقريبا بحوالي الساعة 8 9 مساء إذا الله راد. فبتمنى التوفيق لنا ولكم بهالكورس، بتمنى لكم انه تستفادوا منه ولو شيء بسيط من خبرتنا بهالمجال، وموفقين ان شاء الله، وشكرا كثير، والسلام عليكم ورحمة الله.